لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة والأمن والأمان إلى شعبنا العراقي، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد العيد على الشعب العراقي بالأمن والسلام، وإن شاء الله نشوف الأمن والسلام دائما يعم الدول العربية خصوصا فلسطين، لأن شعب جريح، والله يبارك إن شاء الله بالأمة الإسلامية والشعوب العربية أجمعين. أعايد الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يا رب يعم الأمن والسلام، وأحب أعايد شخصين بحياتي بس أمي وأبوي. احنا نقدم التهنئة لعوائلنا الكرام على قناة زكروس، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعيد كريم